أثار ارتفاع صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية مؤخرا موجة من الارتفاعات المرافقة لأسعار السلع الأولية والكثير من الاحتياجات اليومية لدى السوريين، خصوصا بعد تخطي سعر صرف الدولار الواحد أكثر من 600 ليرة سورية. لا توجد أي أسباب اقتصادية لارتفاع سعر صرف الدولار في سوريا، هو يعود إلى أسباب متعددة، منها ارتفاع سعر الدولار عالميا، أيضا النذورات التي تقول بأن هناك اشتباك وشيك ما بين الجمهورية الإسلامية في إيران وبين الولايات المتحدة، إضافة لبعض العوامل الأخرى. ولكن في الداخل السوري أعتقد بأن المضاربات، وأعتقد أيضا بأن استهداف الحرب الاقتصادية في سوريا لمكونات الاقتصاد السوري، لا سيما بعد ما قامت إدارة ترامب بتنفيذ مباشر لقانون سيزر دون أن يكون هناك إقرار نهائي لهذا القانون، كل هذا الأمر أدى إلى أن هناك إجراءات تحوط مالية كبيرة جدا أدت إلى زيادة الطلب على الدولار. بالتزامن مع ارتفاع سعر الصرف وارتفاع سعر الذهب عالميا، يتخطى سعر جرام الذهب الواحد في دمشق 20,000 ليرة سورية، أي ما يقارب 50 دولارا أمريكيا، ما سبب تذبذبا في الأسعار المحددة وعدم التزام الصاغة بالأسعار الرسمية خوفا من استمرار الارتفاع. هلا هو اجمالا هي السنه بالذات من اولها كانت بجمود مخيف بالنسبه لمصلحتنا، كان فيها كثير جمود بالشغل، يعني يمكن من اسبوع لهلا بطلوع الذهب شوي صار شويه طقطقه، بس مثل عندك من اول السنه لهلا في اشهر سيئه جدا، في ايام يعني مثل ما بنفتح مثل ما مسكر. ومع استمرار عدم استقرار سعر الصرف، يتبع البنك المركزي في دمشق سياسة جديدة تقول إن كل دولار موجود لدى المركزي والدولة السورية هو من حق المواطن والاقتصاد السوري، مبررا عدم تدخله لتحريك النشرة أو ضخ القطع الأجنبي في السوق. حماد طوالبة، الغد، دمشق.